المرأة الجزائرية عامة وابنة تيزي وزو خاصة، نماذج حية سنعيشها بعد لحظات لنضال لتقدم شروحات حول الحدث. مرحبا بك عسام. ان شاء الله دونك نسيمة شابة جزائرية دونك دبلومي ان فينانس اي كونتابيليتي ماستر 2. Donc j'ai été parmi les jeunes qui ont l'occasion où tu as rencontré madame Assia Hamzi li dert fiha confiance ou khlatni ndir confiance tani fi rohi باش نقدر ناسس المؤسسه تاعي ونخدم ونكون جيرونت فيها وهديف في لا ولايه دو باتنا. دونك جي شانجي كاريمون دو ولايه. دونك من هذا المنبر جو تيان ا ريميرسي مدام اسيا حمدي سور سون كونفيونس اي تو سكا لا في بور موا اي بون كوراج بور توت لي فام. ميرسي. Berti Hawa, écrivain, coach de développement personnel. Berti, une jeune fille malienne, je pense à l'étudiante à l'université de. Bon, présenter Rémi, ou avec vous, Sayyida Hasni, Khouas, من الأربعة نثيرة, ولاية تيزي وزو, حرفية. في نفس الوقت أعمل على الرسكلة, إعادة التدوير والفرز الانتقائي لكل أنواع النفايات الكرتون البلاستيك الزجاج والألمنيوم, ولا أنسى قشور الخضر والفواكه والبيض الذي نستعملهم كل يوم في المطبخ أين أرميهم في مكان خاص حتى أتحصل بعد 4 أشهر على أسمدة 100% طبيعية. شكرا. يعطيك الصحة. بون تمنياتي إن شاء الله بمساعدة السلطات المعنية بالأمر بخلق إنشاء مؤسسة خاصة إن شاء الله كبيرة لما لا لحماية البيئة. بون إن شاء الله أن أكون عند حسن ظنكم أعمل كل مجهوداتي لكي أوصل رسالتي النبيلة عبر ولاية الوطن. اليد في اليد لنظافة بلادنا العزيز ألا وهو الجزائر. شكرا لكم. شكرا.